الرجاء راه فرقه كبيره اخويا، وخرج علينا داك المدرب، بغينا اخويا مكران الصغير اخويا، وان شاء الله الماتش الجاي غنربحو باش ما بغاو، ولي شونج اللي كيدير ما شونجات ما والو، وان شاء الله الماتش الجاي بغينا يتوافقوا، حتى داك الفرقه راه بزاف، راه كنمشيو نديبلاصاو على قبلها، وكنخلصوا التيكي باش ما كان باش نتفرجوا في هذيك الفرقه. خويا ما عرفناش مناش، واش من الجامعه ولا من المدرب ولا المهم، كاين اخويا شي حاجه ما فاهميناش حنايا، حيت حنا كنبقاو بعاد على هذا الشيء. حنا كمشجعين كنمشيو كنساندوا ديك الفرقه، واخا كنوقعوا في مشاكل وكيوقعوا بزاف د الحوايج خايبين. هو راه ماشي الهضره المدربيه، الهضره اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي، كنقول لهم باللي كرة باقا في التيران ديالهم امام الجمهور ديالهم، وان شاء الله كل شيء ممكن. هذه هي كره القدم، حتى حاجه ما مستحيله. والاهلي راه ماشي الاهلي اللي كنعرفوا سابقا، هما يلا كيبدلوا في ليفيكتيف تقريبا نفس المستوى ديال الرجاء البيضاوي. الرئيس اول حاجه ما خصوش يبقى يقول اقوال اللي ماشي هي في صالح الفريق. اي حاجه لو بغيتي تخدم عليها كتخدم عليها بالسر باش كتعطي الفعاليه، هذه معروفه عبر العالم وعبر جميع الدوريات العالم. المقابله ديال فريق الرجاء البيضاوي امام الاهلي، حنا كنعرفوا الصعوبات ديالها دائما مع الفرق المصريه، فكتكون المقابله تقريبا ديربي بين الفريقين، وكنتمنى من فريق الرجاء البيضاوي يحقق الاهم ان شاء الله. وكنبغي نوجه رساله للمسؤولين ولا المدرب ولا الستاف تكنيك ديال الرجاء البيضاوي، انهم يخدموا ويبدلوا ما في جهدهم ويجبدوا ما في جعبتهم باش ينقذوا هذا الفريق، لانه فريق عريق وفريق عالمي. وحنا كنتكلموا كرجاويين كنبغيو الفريق وكنموتوا على النادي، يعني ما يخليوش الفريق بالاندحار غادي وكينضحر لا على البطوله الوطنيه ولا على الصعيد الافريقي. ما كتخلعناش الاهلي ولا كتخلعنا، حنا لعبنا مع فرق كبار، لعبنا مع ريال مدريد، لعبنا مع بوكا جونيور، لعبنا يعني مقابله قويه، والحمد لله كانت نتائج طيبه وايجابيه. وكنتمنى من هذا من المدرب الله يجازيه بخير يخدم مع فريق الرجاء البيضاوي، وهذه مرحله صعيبه خصنا نتحدوا ونتجمعوا كاملين، لا مدربين لا طاقم تقني لا جمهور لا نادي لا مكتب مسير، نضامنوا في هذه المقابله الجايه اللي غتنقد ما وجه فريق عالمي اسمه الرجاء البيضاوي. بغينا نقولوا مدير كبير بدينا الراجا كيف ما كانت شحال هادي، راه ما بقيناش كنشوفوا الراجا مزيانه، واللعابه دخلنا اللعابه يكونوا في مستوى، ماشي تبقى تدخل النزريده خرج هذا، لعبنا بشكاستور الماتش اللي فاش، راه بغينا نشوفوا الراجل شي حاجه واعره في المغرب، بدراوي خرج شي علينا الله ياخذ فيك الحق.